هزي يعاني. أنصار المولودية الذين ربما لم يكونوا بين قوسين يحلموا بنهاية موسم سعيدة، بما أن نظراءهم من اتحاد الجزائر منذ انطلاق الموسم وهم الأوائل توجوا باللقب مبكرا، يعني استطيع القول في ظل المولودية كانت في مشاكل داخلية في مجلس الإدارة وتغيير العديد من المدربين، ولكن في الأخير الاتحاد توج باللقب والمولودية توجت بالكاس. مدينة فبلوات يعني الأفراح كانت فيها كبيرة هذا الموسم. التغيير ربما الثالث من جانب فريق شباب قسنطينة سيكون بعد لحظات بدخول مسعدية، يعني مسعدية معروف أنه مهاجم، أن تكفيها ربع دقائق غير مفهوم، يعني التغيير أنا مانيش فاهمه، لكن نظن يلعب كل اوراقه الهجوميه، راح يستغل او راح يخرج لاعب مدافع ياسين بزاز يرفع هذه الكرة يقلص النتيجة. في وضعية تسلل فعلا من شرفة، في وضعية تسلل شرفة لم يكن محظوظا لأنه كان متقدما، حتى أنه لم يحتج هذه المرة على حكم المساعد. يعني هي الإعادة هذه الوضعية لنشاهد ربما جيدا، ولكن حج سعيد واقف في الخط والغى الهدف الذي سجله فريق شباب قسنطين. خروج رماش الجهة اليمنى راح يلعب كل اوراقه الهجومية باخراج مدافع وادخال لاعب مهاجم. هذا هندو سيأخذ مكانه والآخر، ولكن يعني 3 دقائق وأنت متأخر بهدفين مقابل 0 لا أعتقد بأنها ستكون كافية، ولو أن كل شيء ممكن. دخول هندو مكان جورمي خلف